مساح في ديار الخير دار اللي عمرها بالجزيلة. أرضو سلطان شاف كيف تطور من أساسة الكريمة في رحى والناس كلها تدعينا على ربي. أهلنا على بركة الله وتوفيق متابع الكرام، متواصلين بحضراتكم شوط الرابع الذي تم تعلن طلقته بعون من الله وتوفيق حمل سجلات وكشوفات الجعدان المهجنات لسن الثنايا. كل التوفيق للجميع. نعود إذن متابعين الكرام بالتهاني وناموس تابعنا صيحان الذي قدم عرض يشكر عليه بالتهنية الذي تتقدم دائما وابدا بالإنجاز الكبير. تهانينا لسويد بن زايد بن قشفان المنصوري، قدم هذا الشعار الذي ليس مستغربا على هذا الابداع الكبير بالتوقيت 9:55 4 اجزاء من الثانيه. شكرا يا ابو زايد، وسعت لي صباحا بهذا الانجاز. ننطلق بشوط الجعدان المهجنات الاصيلي سن الثنايا. الرحله يعديناها لكم منذ قليل، ولكن اذكر بها هي 6 كيلومترات الحاضره والمستعده بهذه الاسماء. ابدا مع بدايه الشوط، اتعرف الى مشغل الى مقدمة الشوط يرافقه ويتابعه عبد المحسن بن ناصر بن سفر الهجري. يسير شاعرنا الى مقدمة الشوط، يسير بانجازه الكبير، العوده الى ثاني الاسماء، العوده للشعارات الذي قادم من يحمل رقم 6 بالمتابعه. مسبار الذي قادم، مسبار الذي يتقدم يرافق حمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهر. أشعار العنود الذي تابعناها بأول أشواطنا الصباحية للمحليات الأصايل قدمت العرض الذي تشكر عليه. ياتينا مسبار بإنجاز الكبير والجميل. شكرا لأبو غانم على متابعة هذه الانطلاقات الجميلة. العودة إلى ثالث الأسماء، من يتقدم من الجانب الاخر؟ هناك قدوم جميل ما شاء الله، وصول الذيب الذي قادم حميد بن سعيد بن سعيد المنصوري الذي اتانا من الجانب الاخر. ولكن وين روح بالاشعار؟ هناك يتقدم من نير الذي قادم سالم بن حمد بن محمد بن دري الفلاحي والمركز الرابع. نعود مباشره الى اليذاب الذي واصل سالم بن راشد بن محمد الخاطري من يحمل الرقم 5. أما المركز الخامس لنا عودة مباشرة إلى عقاب الذي يتقدم. هذا شعار صاحب الإنجازات الكبيرة، وصل خادم بن عيسى المنصوري الذي يقود عقاب المتابعة وترقب هذا الشعار الكبير والجميل. نعود إلى وين؟ المركز السادس لنا عودة إلى مشعل أو مشغل الذي قادم علي بن راجح المري. يتقدم أبو عامر يسير بإنجازه الكبير. نرحب ونرحب بكل المشاركين، نرحب بكل عشاق الأصالة. اكتفينا بالست الأوائل، اكتفينا بهذا العدد التنازلي. ولكن وين العودة إلى الصدارة؟ العودة إلى هنا اليذاب الذي غير المسار، الذي طار إلى الصدارة. أو رحلة الجعدان المهجنات الأصايل لسن الثنايا. إلى وين يا الخاطري؟ إلى وين يا أبو راشد الإنجاز؟ أو رحلة الجعدان المهجنات الأصايل. الكل يبدالي بلا تحرك، الكل يسير بخطى جميلة. ناخذ مركزنا الثاني، ناخذ مسار ثاني. الذيب وخلكم حذرين من الذيب. يتقدم بو سعيد، ياتينا حميد بن سعيد المنصوري على المستوى الثاني. اما المركز الثالث يتقدم الاشعار الاقتصادي عن طريق مسبار الذي قادم حمد بن غالب بن علي بن حمود الظاهر. اشعار العنود الذي سجلت اشاره ممتازه. نعود الى عقاب الذي واصل
خاذ بن عيسى بن سعيد المنصوري والمركز الرابع عود مباشرة وصل أشعار الشبل سالم بن حمد بن محمد بن الدري الفلاحي والمركز السادس من الجانب الآخر علي بن راجح المري يقود هذه السلالة القوية يقود هذه السلالة المارك الجميلة سلالة المختبر أشعار هناك يتقدم إنجازة أنه مشغل الذي قادم روح يا أبو عامر روح الناموس مطلوب للغاية ولكن وين العودة بدأ يختلط الحابل بالنابل بدينا بالعدة تنازلية بدينا بإقلاع الأسماء ولكن وين الخاطري أنه خاطر بالإنجاز أنه خاطر بالإبداع ولكن من يتحرك هناك المركز الثاني مع تاد الذي قادم لسعادة فرج بن علي بن حمود الظاهري ما يبنى لطاري هو ندى للمتابعة من الجانب الآخر من يطير بالمذيب الذي قادم حمد بن حميد المزروعي من الجانب الآخر والمركز الرابع يتقدم لدينا المتابعة عبد المحسن بن ناصر بن سفر الهاجري يقود نجد الذي قادم المركز الخامس من الجانب الآخر يتقدم مشغل علي بن راجح المري المركز السادس وين العودة إلى متتابع مسبار الذي واصل يتقدم حمد بن غانم بن حمود الظاهري أكتفي بالست الأوائل أكتفي بهذا التجمع أكتفي بهذا القدر ولكن وين العودة إلى اليذاب الذي يذهب الشوط يذب الذي انطلق بالإنجاز الكبير روح يا راح اليذاب روح يا أبو راشد روح القدوم المتابعة عطني المركز الثاني عطني هناك مبعد الذي قادم أو معتاد الذي واصل بالمستوى الثاني لسعادة فرج بن علي بن حمود الظاهري يتقدم بخليفة يسير بخطأ كبير المركز الثالث عطنا جولة إلى مشغل وصل علي بن راجح المري يلا يا أبو عامر الناموس مطلوب المركز الرابع من الجانب الآخر الذيب يتقدم يتابع حمد بن سعيد المنصوري المركز الرابع ولا الخامس أول نداء يا أخوان مياس قادم ناصر محمد بن قناص العامري وصل أبو حمد ما يبنى لطاري هذا الشعار إلا في الأمتار الأخيرة وين مركزنا السادس عندك يا حمد يا بن غانم يا بن حمود الظاهري ولكن عودة إلى الصدارة عودة إلى الجذاب وهناك من يتابع يرافق ويتابع على المقدم سالم بن راشد بن محمد الكيلو بدين القادرة الكيلو تخلصنا منه وين الاتجاه يا متتابع الصدارة والله اللي الذهب مصر وهناك المركز الثاني معاند الذي قادم معاند ولا اليذاب بدأ ينفرد اليذاب عاطل المركز الثالث بالراجح يا أخواني المري واصل بقوة مشغل الذي شغل الجميع ولكن وين الثلاثية الأشعار الاقتصادي أروح بالراجح المري الله 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 يا مشغل الله يا مشغل الذي شغل الجميع روح يا أبو عامر ناموس عبر ذي الأجواء الرياضية الله يا الثلاثية الله يا الصراع الثلاثي وين ولكن مياس بن قناص قناص الشوط سلام سلالة مياس لناصر بن حمد بن قناص العامري روح أبو حمد روح سلام العين سلام بن قناص سلام ولكن دير بالك الذيب واصل في الأمتار الأخيرة مياس ولا الذيب سلام العين سلام تهانينا وناموس لناصر بن حمد بن قناص العامري صباح الخير أبو حمد بهذا الإنجاز المركز الثاني وصل فيه بقيادة هناك حميد بن سعيد المنصوري والمركز الثالث مشغل لعلي بن راجح المري شكرا يا أبو عامر غدا مشغل عرض يشكر عليه والمركز الرابع ناخذ مركزنا الرابع بنتابعه
إذا من يحمل الرقم 2 تهانينا لسعادة فرج بن علي بن حمود الظاهري، والمركز الخامس يصل في حام رقم 5 جذاب سالم بن راشد الخاطري، والمركز السادس التهنية موصولة لرياض بن ثامر السعدون. كل التوفيق للجميع. التوقيت 9 دقائق 46 و34 جزء من الثانية. السلام والتحية بالإنجاز.